بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. بلادي بلادي دام الأمان عاش العلم يا إماراتنا، رمز العروبة كلنا نفديك بالدماء، نرويك نفديك بالأرواح يا وطن. أعزائي المشاهدين، كما عودناكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج إماراتي، أنا أستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولهذا الأسبوع قصة نجاح أتتنا في عام 2004 السيد إلي حرب، المدير والفاوندر أو المالك لشركة الفينيقية للخدمات الفنية في إمارة دبي. يسعد مساك سيد إلي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بمكاتبنا. بداية فريق البرنامج يتشرف اليوم بزيارتك، حابين نتعرف بشخصك الكريم. من هو إيلي حرب؟ متى إجا على دولة الإمارات؟ وما هي الخدمات اللي يقدمها في الفترة الحالية؟ أهلا وسهلا فيكم عن جديد. أنا مهندس إلكتروميكانيكال. تخرج من حوالي 27-28 سنة. ما شاء الله. اشتغلت بلبنان وخارج لبنان إلى أن جينا على دولة الإمارات سنة 2004. شغلي بالأساس بمجال أحواض السباحة والنوافير وتجميد الساحات الداخلية والخارجية. نعم. من بعد ما كنت موظف حوالي 6-7 سنوات، لقينا أنه ما شاء الله بالإمارات يعني أرض خير وأرض خصبة لحتى لي واحد إذا عنده أي طموح يقدر يحققه. فبلشنا بالاستثمار بتأسيس شركة الفينيقية سنة 2011، اللي هلأ نحن من كم شهر عيدنا ذكرى 10 سنين على تأسيسها. ما شاء الله. بلشنا طبعا برأس مال صغير بمجموعة موظفين صغار 4-5 أشخاص، واليوم صرنا بعد 10 سنين يعني أكثر من 150 موظف من مهندسين وإداريين وفنيين، مشاريع على مستوى الدولة دبي وأبو ظبي والإمارات الثانية. ممتاز. سيد إلي، ممكن نعرف كيف كانت بداية تأسيس الشركة والخدمات أكثر نعرفها عن الشركة اللي تقدمونها داخل إمارة دبي أو خارج إمارة؟ التأسيس كان طبعا الاجراءات بدوله الامارات ما شاء الله اللي عاملينها الحكومه والقياده الحكيمه بتشجع الانسان انه يلي بيطمح انه يؤسس شركه او يؤسس بزنس بيعطوله بيعطوها التسهيلات، سواء بالمعاملات الاداريه اللي بتروح على دوائر الدوله، او سواء اذا بده يبلش مع البنوك مع المصارف براس مال صغير بمبلغ صغير. فكله بتوجيهات الحكومه والقياده الرشيده دائما عم بيكون في تسهيل لاصحاب بيقولوا رؤوس الاموال الشركات الصغيره والمتوسطه. وهذا اللي ساعدنا. بلشنا بمبلغ صغير، وبلشنا نكبر شوي شوي، ثقه العالم فينا، شغلنا بالسوق، العالم اللي كانت تعرفني قبل ما أسست الشركة لحقتني بشركتي،
ومشينا وانطلقنا بهالخدمة. شغلنا بالإجمال هو تجميل ساحات داخلية وخارجية، أحواض سباحة، نوافير. بلشنا مع بعض المطورين بمسابح بأحواض سباحة صغيرة، برك صغيرة، وصلنا عم نشتغل عندهم مجمعات كبيرة، مساحات بعشرات آلاف الأمتار. ما شاء الله. وبعدنا مستمرين. سيد إلي، أكيد عندما نبغي نقدم خدمات ذو جودة عالية لازم نختار الموظفين على استراتيجية معينة، ممكن نعرف كان كيف اختيار الموظفين في استراتيجيتكم؟ أول شيء نحن بتوظيف الشباب والصبايا عنا الموظفين ما اعتمد ولا مرة على المحسوبية أو على الواسطة أو هيدا مرشح من قبل حدا أو هيدا بعرف. كنا عم نفتح فرصة للكل، عم نحط إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي إن إحنا بحاجة لوظيفة بمنصب معين. كنا عم نغرب الشباب، عم نعمل لهم كل واحد حسب الوظيفة اللي مقدم عليها، إذا كان مهندس أو فني هيك مثل امتحان صغير ونغرب لهم، بعدين نقعد نحن وياهم مشان نشوف مين الأكفأ، مين الأجدر، مين بيقبل بالعرض. طبعا مقياس الجدارة ومقياس الكفاءة، أحيانا بعض الأمور بدها الخبرة. والشغلة اللي بتساعدنا هون بالإمارات إنه يعني إذا شخص بمجال عملنا نحن أو مجال أعمال أخرى ترك من شغله، عم بيكون في عنده مجال يبقى بالبلد فترة معينة لحتى ينتقل لوظيفة تانية. صحيح. وبالتالي هذا بيطور، يعني أنت عم تجيب شخص عنده خبرة فهو عم بيتطور، عم بيرتفع معاشه، عم بيرتفع السلم الوظيفي تبعوله، وبنفس الوقت نحن عم نستفيد من خبرته يلي أخذها بغير الشركات. وهذا شيء كمان بيخلق تنافسية بين الشركات، لحتى لي كمان بيعطيني أنا مثل دافع لحتى لي حافظ على الشباب الموجودين اللي عندي، لأنه هودي ممكن يلاقوا وظيفة أحسن غير مطرح، لأنه الأرض خصبة يعني والمنافسين كتار والإجراءات تسمح أنه ينتقل من مكان إلى آخر. الشيخ محمد بن راشد ذكر في كتاب رؤيتي: التميز دائما مطلوب، الوصول لرقم واحد مش سهل ولكن من الصعب المحافظة عليه. اليوم لو سألنا الفينيقية الخدمات الفنية، بماذا ميزت حالكم بين المنافسة الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نحن بمجال عملنا ما كان عندنا كثير يعني معنا عم نشتغل على انه عندنا شركه، عندها معدات او عندها تجاره او كان عندها اسم سابق، الاتكال الاساسي كان على الالتزام، كان على جوده العمل، كان السخاء بتقديم الافضل. لما تشوف حواليك يعني من توجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد للامور اللي عم تنفذها بلديه دبي او حكومه دبي، بتلاقي دائما بيطمح يكونوا دائما بالمركز الاول، فانت ما فيك تيجي تعطي المحيطين فيك كلهم عم يطمحوا الاول، انت تيجي تعطي شيء قليل. فكنا عم نتميز بجوده العمل تبعنا، انك تقدر تسلم المشروع اللي انت فيه على الوقت قبل الوقت. اذا بيطلب منك هالمطور شغله صغيره تعمل له اياها زياده، نعمل له اكثر من شغله، وهذا اللي حتى يعطينا دافع ترجع العالم تكرر الاتصال فينا. يعني بدك تسخى بعملك لحتى تقدر تاخذ نتيجه، ما بدك تقول لا انا بدي اوفر هون درهم، لانه يمكن انا بسخى او حط زياده درهم او درهمين برجع بلاقيهم بالنتيجه مع مطورين ثانيين، او برجع بلاقيهم بالنتيجه بالسمعه مع غير ناس. صحيح. سيد إيلي، لو حابين نعرف ابرز المشاريع اللي اشتغلتوا فيها ولكم بصمه مميزه كان. نحن الحمد لله كان لنا الفرصه ان نشتغل مع كبار المطورين بالبلد. كان عندنا اكثر من مشروع مع اعمار في دبي كريك هاربور، بالبزنس باي اشتغلنا مع وصل، مؤخرا شغالين اكثر شيء مع مطور عقاري مع دماك، عم نشتغل بدماك هيل ستور. عندنا حديقه كبيره، حديقه مائيه مع بارك كبير، منطقه مساحه خضراء كبيره عم نشتغل فيها. اشتغلنا مجموعة كبيرة من الأبراج، خاصة منطقة مارينا ومنطقة البزنس باي، سواء أحواض سباحة ونوافير أو تجميل ساحات داخلية وخارجية. وكان عندنا كمان بعض الأعمال مع مقاولين رئيسيين بالإكسبو 2020. ممتاز. مؤخرا يعني سلمت أشهر مؤخرا. سيد إيلي، توقعاتكم لإكسبو 2020؟ أول شيء أنا يعني
بتشكرك على هالسؤال، يعني بدك تتيح فرصة لإني لحتى أتشكر حكومة الإمارات وحكومة دبي خاصة على هالحدث العالمي الكبير. يعني أنا ما بقدر أضيف على اللي كل العالم عم بتقوله، أنت لما بدك تحكي حدث عالمي بهالأهمية بيمر العالم في الأربع سنين، متوقع يستقبل حوالي 25 مليون زائر بست شهور، وهو أكبر حدث عم بيجمع هالعالم بهالمساحة بهالمساحة الزمنية والمساحة الأرض من بعد جائحة كورونا. أول شيء هذا إنجاز كبير، فخر كبير لنا نحن للإمارات، وفخر لكل شخص مقيم بالإمارات. صحيح. ونحن نعتبر نفسنا معنيين، ونتشكر حكومة دبي والإمارات على هالتنظيم فعاليات هالمعرض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المهم. افادتنا من الاكسبو اكيد رح تكون كبيره، لما تجمع حوالي 200 دوله جايين يعرضوا اخر انتاجاتهم الصناعيه والاقتصاديه وابتكاراتهم والتكنولوجيا عندهم. اذا واحد اخذ مثل ما بيقولوا من كل بستان زهره صغيره، فهذا حيخلق علاقات وشبكه تواصل كبيره بيننا وبين العالم الخارجي. صحيح. حيعرفنا على شغلات يمكن نحن ما بنعرفها، وحيطور اكيد شغلنا، حيلاقي يمكن بمجال عملنا نحن في تقنيات جديده اليوم عم تطلع، نحن ما عم يكون لنا الفرصه نقدر نروح نشوفها بكل دوله نشوفها. فهني اجوا لعنا، دبي ابهرت العالم، جابت كل هالعالم لعندها، ونحن عم نعتبر بكره بزيارتنا لاكسبو كانه عم نزور كل دوله بدولتها، عم نزور العالم من خلال المعرض اللي نظمته. فبرجع بجدد شكري انا للشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، ولحكومه الامارات الشيخ محمد بن زايد كل يلي دعموا اقامه هالمشروع بدبي، متوقعين له النجاح الكبير، وهذا مش غريب يعني على الامارات باذن الله. ان شاء الله ما عملت اي شيء الا ما كانت فيه السباقه والاولى دائما. اكثر من 17 سنه خبره في دوله الامارات السيد إلي حرب اليوم كرجل اعمال، رسالته لناس عندهم تطلعات في الاستثمار داخل دوله الامارات. اول شيء انا بنصح كل شخص حابب انه يستثمر ان كان داخل الامارات هو او موجود خارج الامارات، خلي تكون وجهته الاولى تفكيره الاول انه انا اجي على الامارات. اول شيء الامارات اذا بدي احكي من جميع النواحي، من 17 سنة عايش فيها أنا وعائلتي، أول شيء أرض يعني أرض محبة، أرض سلام، تواصل بين جميع الشعوب، تواصل بين جميع الأديان، وبنفس الوقت الأمان والاستقرار يلي يعني نحن عم نلاقيه بالإمارات ما شاء الله يمكن ما تلاقيه بأي دولة بالعالم، لا بنلاقيه ببلداننا، حتى يمكن إذا بتروح على دول خارجية على أوروبا أو أي مكان تاني، مستوى الأمان مستوى الاستقرار ما بتلاقيه بأي مكان تاني. وبعتقد جائحة كورونا اللي قطعنا فيها يعني يمكن أقل دولة تأثرت بهالموضوع كانت الإمارات، ظلت حياة مستمرة بشكل طبيعي، أولادنا ظلوا بالمدارس ما خسروا أي شيء، وهذا بدل على مستوى الوعي ومستوى التحضير يلي الإمارات مجهزة له تجاه أي شغلة بتحصل، مع أنه كارثة حصلت ألمت بالعالم كله ما حدا كان متحضر لها، الإمارات كان من أوائل العالم اللي تصدت لهالموضوع. فأنا بنصح أي شخص عنده نية الاستثمارات، أنا بنصح خليه يجي يجرب وما رح يخسر شيء، جرب ولاقي النجاح، وأنا أكيد بلاقي النجاح لأنه كل مجتهد بالإمارات، كل شخص اجتهد لاقي النجاح. وأنا وجودي بالإمارات 17 سنة، وإن شاء الله بعد 17 سنة تانيين قد ما الله بيعطينا عمر، مش عن عبث يعني. انا صار لي مجالات اني اروح على عده دول، ولكن كل اصراري انه ابقى بالامارات، ومن الامارات ممكن واحد ينطلق لعده اماكن. صحيح. يكون مركز انطلاق في الامارات، ينطلق للخليج، ينطلق لدول عربيه ثانيه، ينطلق لاوروبا. بالنتيجه يعني دبي والامارات هي منتقى العالم. بعد النجاح اللي حققته سيد إلي، ما هو طموحكم المستقبلي في توسع على الصعيد العملي؟ طموحنا احنا اول شيء نحافظ على زبائننا، نحافظ على المطورين اللي نحن عم نشتغل معهم، هذا اول شيء. وثاني شيء نتوسع لمطورين ثانيين ما شاء الله، يعني نحن مثل ما عم نشوف وعم نسمع ادمين على فتره عمل جديده بدبي بابو ظبي وبكل الامارات، فنتمنى انه كمان نقدر نوصل لناس اكثر واكثر، ناخذ ثقه ناس
اكثر ونحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا له وعلى جوده الخدمات اللي قدمناها. احنا بنتيجه راس مالنا هو خدماتنا، هي جوده اعمالنا، هو التزامنا تجاه زبائننا وتجاه المطورين اللي عم نشتغل معهم. خلف كل قصة نجاح هناك ناس يكونوا داعمين لنا بشكل دائم من ناحية الدراسة أو الحياة العملية. اليوم لو حابين نعرف الناس اللي كانوا داعمين لك أو نقدر نسميهم العمود الفقري لسيد إيلي، من هم الناس وما هي رسالتك؟ الدعم الأساسي أول شيء إذا بنحكي خارج إطار الشركة أو العائلة أو العمل، الدعم الأساسي هو أو المشجع الأساسي شوي خارج إطار سؤالك هو القوانين المسهلة بدولة الإمارات، هي اللي خلتنا نقدم على الخطوة الأولى. متى أقدمنا على الخطوة الأولى هي الخطوات كلها بتتوالى. أكيد زوجتي هي معي بالشركة بشؤون الموظفين والإدارة المكتب، هي كانت الداعم الأساسي، وهي اللي بالبدايات عانت معي، لأنه يعني بتعرف كل بداية تأسيس ممكن واحد يتأثر بطريقة أو بأخرى، بعدها في جديد كان واحد موظف عم يخسر مدخول ثابت، ولكن الأمور رجعت انطلقت مشيت. عائلتي أولادي كمان فهموا الموضوع، فهموا بعض الأحيان تأخري بالعمل، بعدي عنهم، لأنه بالبدايات تأسيس أحيان تضطر تشتغل 15-16 ساعة. وبنفس الوقت الموظفين يلي معنا، في قسم كبير من الموظفين كانوا يشتغلوا معي بشركة سابقة، لما أسست الشركة حبوا يجوا يشتغلوا معي لأن بيعرفوا طريقة شغلي وبيعرفوا نزاهتي ومصداقيتي بالعمل. فأنا بوجه الشكر لزوجتي لعائلتي لكل الموظفين. نحن مثل ما قلت لك بالبداية، أنا ما عندي تجارة، ما عندي مواد اللي بيعها، ما عندي معدات. رسمالنا هو الموظف، سمعتنا ورسمالنا هو الموظف. طبعا الموظف عندنا من هو اليابنتي، من عبء على الشركة، بالعكس هو الأسس، هو رسمال الشركة. رسمالنا نحن الموظف اللي عندنا. ويمكن ما بعرف إذا بتتيح الفرصة تشوف الشباب والصبايا، أو يعني كلهم بيشتغلوا مبسوطين وفرحانين، حتى بيقعدوا بعد الدوام بيجوا نهار جمعة بدون ما واحد يطلب منهم، يعني كل واحد بيعرف شغله وبيقوم فيه. فشكر لزوجتي لعائلتي ولكل الموظفين يلي آمنوا بهالشركة لحتى كبرت وصلتهم. الله يرحم الشيخ زايد اللي أسس دولة الإمارات، شيخنا الكرام كانوا على قدم المنساق واقفين لتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وفروا لنا الحكومة الذكية اللي كانت مساندة لنا ووضحت لنا القوانين، أكثر من 213 جنسية، أكثر من 156 لغة متواجدة في دولة الإمارات، ولكن كلنا داعمين ومحبين للقانون لاحترام شيوخنا. اليوم السيد إلي حرب رسالته إلى دولة الإمارات والشيوخ الكرام على الدور الفعالين فيه بشكل دائم. قبل وجه رسالي، أنا جيت على الإمارات سنة 2004، من بعد كم شهر وصول للإمارات الله يرحمه ربنا أخذ أمانته وتوفى الشيخ زايد. الله يرحمه. كان وقتها بعدني بأبو ظبي، في مشهد هيك ما بنساه، كنا على الطريق على الكورنيش وسمعنا خبر وفاة الشيخ زايد. طلع بتلاقي الناس الموجودين من جميع الجنسيات كانوا واقفين يطلعوا بصور الشيخ زايد وعم يبكوا. صرت أفكر أنا، يعني أنا جاي جديد على الإمارات، إنه طب هذا أنا ممكن أبكي على رئيس دولتي، بس إنه هذا يعني بتوخذنا بالكلمة منه مواطن أو إماراتي، بتلاقي الأجنبي عم يبكي. صرت أسأل، عرفت ساعتها إنه شو معنى الشيخ زايد، شو الشيوخ عم بيقدموا للإمارات. ف طبعا رسالة شكر كبيرة، أول شيء الله يرحم الشيخ زايد، إن شاء الله يكون مثواه الجنة، والله يخلي أولاده الشيخ محمد والبداية أكيد الشيخ خليفة الله يطول بعمره. آمين. شكر كبير لكل الشيوخ، للشيخ خليفة، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، شيوخ الإمارات، حكام الإمارات، على كل يلي قدموا لنا إياه، الأمان والاستقرار وراحة البال، هيدي شغلة كتير مهمة، بشكرهم عليها، بشكركم كمان لأنه بشكرهم لأنه علمونا تواضع ومحبة الناس، يعني لما تشوف أي واحد من الشيوخ، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، أي واحد منهم عم ينزل بين العالم وعم بيحكي بين العالم وعم بيمشي وتلاقى فيه بالمول أو بأي مكان عام بيكون بدون أي تحضير وأي بهرجة وأي مهرجان، هاي شغلة بتأثر فيك، يعني إنه ما شاء الله هن كيف عم يتعاملوا مع الناس، فهذا بيأثر فينا وبينعكس علينا إنه أنا لازم كمان كون مثلهم، هن يكونوا مثال لإلي، قدوة لإلي،
بين عائلتي وبين موظفيني وبين الزبائن اللي عم يشتغلوا. شيء كبير، شيء كبير لهم، الله يطول بعمرهم ويخلي دولة الإمارات. نحن هلا مناسبة بعد كم شهر 50 سنة على تأسيس دولة الإمارات، إن شاء الله 50 و150 سنة إن شاء الله. وبالنجاح كمان بدي أتمنى النجاح ل الإكسبو 2020 يلي كمان ذكرى عزيزة إنه بيصادف ذكرى 10 سنين على تأسيس شركة فينيقية. يعني إن شاء الله الإكسبو يكون ناجح ونحن نستفيد من هالإكسبو لحتى نطور شركتنا ننجح أكثر بإذن رب العالمين. كل الشكر سيدي إلي حرب لوقتك الثمين اللي كنت ضيف برنامج إماراتي، نتمنى لك مزيد من النجاح إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيك مرة أخرى. شكرا كثير لكم وللشباب والصبايا اللي معك والمكتب مكتبكم. كل الشكر، كل الشكر لك. كلنا نفديكي بالدماغ.